هذه ما أقول لكم أول شيء صباح الخير، هذه ما أقول لكم أنا بين فترة والثانية أنا نجم الصبح، لكن أصبح أبوي على المسجات على الواتسابات، لك رسالة لك رسالة لك رسالة يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، أسميها رسائل، وكل رسالة فيها لك 600 موضوع متشعب من مواضيع شيء له لازمة وشيء سؤال ما له لازمة. حنا شيء أنا ما بدكتور ولا بديناصور تخبروني عن مواضيع يعني مستوي من 1000 سنة ما لحقت. أنا أبوي اللي قاص عليكم قال لكم إني أنا أبوي عمري 300 سنة هذا غلطان. وين كانوا ساكنين العرب الفلانيين؟ يقولون تعرفهم أعرفهم هي، لكن ما أدري وين ساكنين. أنا بدر وين ساكنين أنا أدل وين وين أبو يدك وين ساكن؟ كيف أدل وين أبو يدك ساكن يعني؟ أنا كم عمري؟ ولو سمعت بسمع من منو؟ منو لحق على أبو يدك أنت؟ أنت روحك يد، أنت روحك يد، أنت روحك يد. أنا بلحق على أبو يدك وين ساكن؟ اشتراني بوين هاضل أنا أبو يدك؟ والله غريبة، لك ما بغيت عاد أجرح شعوره. اشتراني ما حد قاص علي، حمل العربية متوهج من عمره، ما بعارف عمره. شو هاي خلاص أبوي حينه، ما خص العرب أنت أبوك أبو يدك وين جاي، لازم أنت تثبت عمرك، أنت تثبت عمرك. أنت شو سويت؟ شو مجالك؟ شو دراسك؟ شو وظيفك؟ شو خدمت؟ شو مكانك في المجتمع؟ شو البصمة اللي سويتها؟ أبو يدك معروف هاك اللي قام وين جاي؟ وشو سوى؟ شو المحمل اللي مهضلنا؟ وشو جاي يسوي؟ شو جاي يبيع؟ جيبته الدار يلس مرحبا وسهلا. فعجبي من منو؟ اللي من يصبح الليل يمسد الا يدي الا خالتي الا امي الا عمي الا يدي الا ما ادري منو. زين وانت شو سويتي؟ انت في هالدنيا حين الحين علينا بالحاضر، علينا بالحاضر، ما علينا نحن بالماضي والقراح واللي خطف هذا ما عليه لا حول ولا قوة. رحمة الله عليهم ساروا واستووا وحيوا زين منهم وشين ما يخصنا فيهم، ساروا الحين. انت في هالدنيا الحين هالكم من يوم وهالدهر وهالسنين اللي طافت من العمر ان كان 10 ولو 20 سنة، شو مكانك في المجتمع؟ شو اللي سويته؟ شو الانجازات؟ شو السمعة؟ هذاك فقير يا نزل ولقط العرب ورحبوا به وشافوا نمون تغيير كلون وكشكل وتخالط ويا العرب ويا لسوياهم وعاش عيشته يعني مثل ما هو تيمل، بعد تيملوا فيه ولقطوا يعني يوزوه وعاش فقير يعني. لكن ما بنا نحن هاي السالفة، ابنا طالت أعماركم ما علي. أنت شو سويت؟ أنت حاليا هذاك يدك كان حرر ولا ركب خيل واجف ولا كان رد الطرش ولا اللي هو أحينا نحن ابن أنت، نحن نرمس عنك. أنت شو سويت؟ وأنت شو سويت؟ شو خدمت العرب فيه؟ شو المنفعة اللي الواد محين بتعرفها منك أنت؟ يدك سار بفعاله رب العالمين بيعطيه اللي الله بيعطيه وجسمه وزيادة، لكن أنت شو سويت الحين حق هالرمسة كلها وهالبندليج وهالصدقة وهالديانة وهالقرقعة؟ من العرب عايش في حلم، عايشين في حلم والعياذ بالله. سبحان الله، إلا أميه إلا خالاتيه إلا يدتيه فعلا. زين انت شو سويتي؟ هاي فاضلة قرات كانها مطوعة ولا من ولا اي مهرة كانت ما علي، هاي صارت. انت كجا مرحبا شو تسوين؟ شو خدمت المجتمع فيه؟ حين يوم انت تبين الصدع والديانة ما يعرفوني هنا، ما يعرفون يدتي فلان ويدي فلان وخالي فلان. انزين وانت كجا مرحبا الحين نحن بنعرف انت كجا مرحبا شو اللي سويتي؟ يا ربي ما شاء الله الورود فوق البيت. زين طيب ما اقول لكم الشير ماشي اشارات الشير، شو البلكونات شو ما شاء الله، ها كل شير زموته، لا يبال زياده عباده ولا يبال ركضه ولا يبال صده ولا يبال ديانه، طيب ما
مازين ايش قام تربط في الاسبوع مرتين السبي قطره قطره جلاس واحد جلاس كثرت عن الجلاس مات كل شيء تكثر تكثر عليه شرات المديح يوم تمدح حد زياده على اللزوم يشوفك سنك تطنس عليهم اي والله انا واحد بالعرب من راي يسكونه كبد السماء صدج عمره تامي تخبلوا العرب فقاره مساكين اي والله يا غافلين لك الله يا غافلين لك الله يمدحون يسكون كبد السماء وين ما بينون بيصدج عمره هل يقول كذا بكذب وصدقها صبر جميل بالله المستعان الله المستعان الله يسلمكم بني والحرم دخلت داخل وظهرت مره ثانيه يوم طرت علي السالفه هذا ريال يعني من الجماعه يعني من سنايين ويمكن اظني السالفه هاي قبل هاي السالفه على طاري التباهي بيدود ما عليه الواحد يتباهى بيده ويتباهى بخاله ما عليه ما شيء مشكله ويتباهى باصوله هذا اكيد يعني لكن احد من العرب يتباهى بالعرب هاي كلها وينسى هو شو مكانه في المجتمع الحالي حاليا انت شو تسوي انت شو سويت او شو خدمت العرب فيه شو مسوي يعني من الخير انت فطرت علي السالفه اللي قبل شوي المسجات وطرت علي السالفه الحين بعدها عليكم اللي كنت عادنها اظني قبل كم من شهر من سنين اظني بي من 20 23 سنه او 25 سنه سارين الفجيره فاتحين فندق جديد وسارين مع مجموعه مشتلي من العيل واحد من الموجودين كبير سن عمره يعني حاليا ما شاء الله عليه فوق 90 لكن ما شاء الله بكامل حاسيته وهو مرجع للعديد حتى يتم استشارته من الناس كلها يعني استشارات عن الأصول وعن عن عن أشياء كثيرة يعني وعن الحلال هذا شو كان شو يرد وين ميوب وشو النوعية من النخل وين ميوبة والنوع هذا من الحلال من وين ميوب يعني أشياء كثيرة يعني أو الطائفة الفلانية شو كانوا يمتهنون قبل هالكثر سنة وشو يردون وشو أصولهم وشو يدودهم وخوالهم وناسبهم شو الحادثة اللي صارت هالكثر يعني ما شاء الله كان وما زال مرجع الله يطول بعمره المهم الرجال هذا اسمه أبو خليفة أبو خليفة طالت عماركم جالسين نحن كلنا منا مجموعة يعني فلان وفلان 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 وأنا أبو خليفة أبو خليفة رجال له مكانته الاجتماعية لكنه زين دا مصاخ زين دا مصاخ لكن أنا افتر عليك عبارة يعني كأنه طوفان ياجنك كأنه طوفان ياجنك وأنا واحد طالت عماركم خير وزين وحبوب لكنه بين فترة والثانية تيه النعرة الطائفية تيه النعرة الطائفية وهذا أبو خليفة بمرجع وهاك اليوم كنا جالسين يعني يلسى روحنا مسيار ونسولف ونضحك وندردش ويلا يلا الناس تتمنى اللي يلسوا ويا هذا أبو خليفة وعقب على طول عنا هو ما يحب يظهر من العين من الأساس المهم يا هاك اليوم أقنعته ويانا وسكننا في هاك الفندق الزين مشاهد البحر وعندك ودونك ولا لا 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 حد يطبخ وحد ينفخ حد يتقهوى المهم يالسين في هاك السويت الطويل العريض في هاك الفندق الفنان على البحر تو مفاتحين هاك الأيام السلام عليكم وبركاته. مرحبا ابو عثمان هلا حبيبي. صباح الخير كيف حال اخباركم؟ صباح قصيت علي السالفه كنت جالس اعد سالفه على العرب. زين شو الريوق عيل؟ كل خيرات الله موجوده. والخبز شو نسوي لنا؟ شو تبى جوعان محمد انت تبى الغداء اذا بتبى الغداء الساعه 1 1 ونص محمد بيفوتك ساعتين غداك ابوي. ما عليك مات اللي تبغى انا صار لي شهر ما كنت ببيتكم شهر ما انت شو تسوي بيض طماطم لكن الخضر واليابس ما في العافيه بيض طماطم اي يلا الحين يلا وين انت وين وصلت نحن ناقص بالجولف مدينه خليفه يلا غايته الحين يلا السلام يا فلبين تولد حفيظته كم كويكلي بس علي السالفة الله يهدي محمد عثمان المراد كنا مجموعة ثنتين
او ثلاث، حد شر وحد نحن بوي ويا ابو خليفه ياسين الطرف هذاك ويانا جماعه من ابو ظبي وكم من نفر بعد منك من الفجيره. المهم ياسين سولف مندمجين، واللي في الطرف هذا كل دقيقه يصغر هذاك، هاكي شاب بعد استثمره يداوم في مكان مرموق وعنده ما شاء الله رتب زينه. المهم ابو خليفه نحن نشرد لفلانيين ولا لفلانيين، وهذاك يصج ده ويرد منك. هذاك عاد من نوع شوي عنصري عاد ابو خليفه. كل دقيقه قال يرد له نحن نشوي قاطعه، ابو خليفه نحن نشرد من الفلانيين ولا الفلانيين، ونحن نربس حاد. ويرد هذاك ابو خليفه طالع بطرف عين ويرد ويانا يكمل السالفه. وهو ابو خليفه مستصغر هذا ويعرف عنه امورا كثيره، لكن ما يبي يجرحه ولا يقول له عينك هاي احسن من هاي. المهم كل دقيقه والثانيه بو خليفة نحن شرد من الفلانيين ولا الفلانيين، بو خليفة نحن شرد من الفلانيين ولا من الفلانيين. يا رب البيت والحرام افتر لك عليه بو خليفة، جي مثل ما أنا شو هيال سنمون مشاهدنا وافتر عطانا نحن مقفة وشاني شاهده الشد نفتر عليه وعطانا نحن مقفة جني أشوفه لابس قحفية عاق السفرة عاق السفرة والعقار، وافتر عطانا المقفة وعطاه الوي قال بخبرك أبوي. إيه تعال سو بيض طماط، بيض طماط محمد عثمان جاي يلا انزين. افتر ابوي جدا وعطانا نحن مقفة، قال ابوي بخبرك لا انتو لا من الفلانيين ولا من الفلانيين، ترك حشرتني انتو لا من الفلانيين ولا من الفلانيين، انتو تردون من البقعة الفلانية، يد ابوك مبتاع ابوي تحت السدر اللي في جبرة العين، شوف جبرة العين هذه هاي بعدها حية ما ماتت موجودة هناك، يد ابوك مبتاع. خالك ما بيسموها طرف وطريف؟ قال له هي، قال هاي اللي شردت ويا دري واليماني مودنها قطر ونجلبه وماتوا في الطريق عن طريف، حسب شي يسموها طرف وطريف؟ قال له هي، قال اي ابوي عرف عمرك انك انت لا ترد لا الفلانيه ولا الفلانيين، وخلك يسمونها طرف وطريف، ابوها ما باسمه طريف الا شارد بها الدريول جدا، طيب بيصير بها قطر دريول يماني. انزين وانجلبوا وماتوا باثنيناتهم. يا وهاكر لادمي لين يومكم هذا لا شفناه ولا رمس ويانا ولا رفع راسه حتى بكلمه. قلت لا اله الا الله، اسميك تسلط على عمرك، اسميك تسلط على عمرك ولا شو تباف شو توقض له، شي خصك انت بهم هاي كان قايقين، شي خصك انت بيدك ويد يدك وين هابل، خلاص تراك انت موجوده الحمد لله. حد من الوادم ينقض جروح من دمله، شي خصك فيهم هاي وين قايقين وين هاضلين، شي هنمون حد من العرب حينه يوم يقولوا ولا شيء ولا شيء ياتي ذكرونه، قال لا 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 ما شيء من هذا. في ذمكم عاد انتم، في ذمكم هالرمسه هذه كلها في ذمكم كل منكم انتم. طرحت علي السالفه ولا والله يا ابو غناوي ما اطريها، لكن لا حول ولا قوه، الله يسامحني ان شاء الله. شو اسوي يا ربي؟ كم بيسامحني رب العالمين؟ امس مصلي الضحى واليوم توني جايب ناس بطريق اموات فقار، لكن ما طريت مشرنه. هاي رمس انك يعني مستواها ميتين من 200 سنه 300 سنه ايش دراني؟ استوت عاد السالفه الحين اي قم عاد الحين تأنيب الضمير. هي لك انا لا طريت اسم ولا خال ولا عم ولا شيات، وهاي قصه مستوي من سنين. هو واللي تعنيهم القصه ثلثينهم ماتوا، واللي تامين الاحفاد احفاد الاحفاد ما يعرفون ابوي من واطريه، حتى نسوها طرف وطريف فقيره نسوها. هي سوى بعد كانت معرسة ودرت الريل ودرت العيال وشردت ويا الدريول. اي والله غرب الله، استغفر الله العظيم ما تتلح ولا قوة الا بالله. يا ربي كل منكم في ذمكم، في ذمكم يا رب، يا رب ان في ذمكم انتم. يمكن براين ام اعتقد. المهم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هذا صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي يسلم عليكم سلاما كثير من بعد السلام، يقولكم انه بيصير شو اسم المول؟ محبان ما وين النعول؟ النعول وين؟ أقول أنت خبص إيه؟ ما قطع فوق شيء خص الصعيد؟ لا ما أقول قطع من كيس الصعيد هو؟ أنا أقول أنت ما من كيس حبيبي من كيسك؟ من كيس الله يا أنا قاعد أنا برابك أنا بوديك تنقع على عينك، تصير الوكالة اليوم في المارينا مول بشوتي فوق
والتنقل ليه تباه روحك زين زين اي لون تباه ابيض ابيض كم وحده تباه تباه بس وحده بس ليش انا اخذت ثلاثه ابوي انا واحده انا انتين تباه ايه؟ ان شاء الله ما في مشكله انت هنتين ليه؟ وانا وحده يا ابو انا هنتين بعد ادوي انت اقول لك وانا هنتين طال عمرك حساب صغار ها هنتين بعد انا بعد على حساب صغار لا وانا جميل شو مستوى عليك من عرفتك انا ما قلت قتره من عرفتك لندن تعني عليكم السلام هناك سعراب محمد عثمان بشوف ما شاء الله تبارك ما شاء الله ها محمد ها هذا صافي صافي مقلع وهذا هاي روس راس السجن هذا روس ها هذا راس وهاي شدوقه شدوق مالي زين لكن صافي شو صافي انت الحين هاي صافي حق ليبه صافي مقلع اي روح هذا في لحم في لحم وايد ها في لحم شو اللحم محمد وايد ما شاء الله الراس روحه ما شاء الله محمد ها ما شاء الله تبارك إيه. اما سجل هي سجل زين إيه. يا ربي التليفونات لي نسيبنا حدي شو اسمه ايه معرس يلا لا هذا اريد عذيجه ايه زين ها وهذا البيض الطماط روح خلي شوف هذا البيض يا الطماط هذا خصوصي ايوه ايه خصوصي إيه. ما شاء الله تبارك الله راب صلاح راب صلاح هو المهم انا ان شاء الله شويه يلا اصقر وحده بالبشكارات ولا انا بطعمك قالت اعماركم يا بغنيه جديده وبتغنيها يلا تفضلي 1 2 3 ميغو دوما دوميتيو هورو واكو مايدو ماكو ماكو ناغو موياكو ماويكو ماكو غايني مانيني مونو نيكيو غوكويرا دارارا إيري مايني غاكو غوشا دارارا إيري مايني غاكو غوشا دونا موسا بوروكو واما إيري ياني غاكو غوشا نيوا ويري ما إيمي هيراني Duka tashia kumwati shige kera Miete wega wakuwewe mwazani wakwa kako gosha Darara ile maine kako gosha Darara ile maine kako kumya Duka taya kunie demo ina wale wawe wanageka Darara ile maine kako gosha مبروك 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 صلاح مبروك ها جو 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 بابا ان شاء الله يحصل شيء خرده ما شاء الله ها ثانك يو فيري ماتش هي فور بيرسي ثانك يو يا زين كل حد بيعطي كل حد بتون عليه البيز اللي انت انزين تعال اسعد البابا تعال اسعد هو بيعطيك ان شاء الله عندك واحد واثنين ثلاثة وأربعة بعد خمس شهور بس أنا بس أنا بس أنت روحك حجرة في الفندق روحك حجرة ما حد وياك إيه قول ممنوع صلاح لا أنا روحي في حجرة ومنهل في حجرة محمد عثمان في حجرة وأنت روحك في حجرة حاط لنا دريول حاط لنا سيارة من الكبار كبار هي بسيارة من الكبار كل يوم في بقعة كل يوم في بقعة شيء بقطار شيء على حمارة شيء على في سيارة شيء على أريولنا على هوانا كان يقول بلي صلاح لحدي قلنا على صلاح الحين ينعود فهذا طيب بنكلم أبو كريم ما يقول له أبو كريم حسن هني حسن ها هني قيس
ها هني هني في دال في اسمه في مارينا مول زين. طب تقول بس سك انت وحين تغرفت مره ثانيه؟ لا لا انا طالب منك عليك اطالب منك عليك بالعافيه. قلت لك صار الشهر ما تبيتكم عليك بالعافيه. تعال بتعقط تعقط هذا قطك يلا حين زين صلاح تعال خطك نسير انا بس لا ما قلنا سر بيني وبينك ما نقدر قول ليه يعرف شو اللون اللي انت تبغيه؟ شو اللون؟ ابيض. اذا ما موجود يطلبون من ايطاليا. هي شو اللون؟ انا وايد هذا هذا الحين شو اللون هذا؟ هذا ابوي هذا شو اسمه؟ صبر. شو اللون هذا انت الحين؟ هذا بني. بني. وهذاك؟ بني. بني. ما علي. بنطلب لك اثنين. بني تبع نفس اللون هذا ولا لون ثاني؟ لا ثاني هذا لون ثاني. إيه؟ ابيض تبع إيه؟ وغير الابيض بس. محمد عثمان تقال تبع بيض الطماط واشوف الحين ترى يجي ده العنب العنب والعسل عنب يا رب يعيونك. الو يدي لا خلا منك من اسمك يا حبيبي بس 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 ايه ايه بس عن اللعبه ما بعسل هذا اليوم؟ ها ماي ماي بسيب اعطني اياه اقول لك لا شاه زايدين. راشد شو اخبار بلاد؟ الحمد لله زين بابا. برد عندكم؟ واجد بارد. لا اله الا الله. هذا اخر 20 يوم يجي زياده بارد. كم جلست؟ 3 شهر؟ انا اجلس 2 شهر و9 يوم. 9 يوم؟ ايوه. بيبي فاميلي كله زين؟ كله زين تمام. الحمد لله رب العالمين. كم شهر؟ شهرين وعشرة ايام. ليش ما تبغى عدينا عم ترى 4 شهر يا دي لا خلا من اسمك انا بابا يسوي مساعده 9 يوم اعطيناه 9 يوم هي 9 ايام هو الاجازه شهر هو الاجازه كم 40 يوم ايوه قانون ايوه كم اجازه 40 يوم ايه انت يقول لي ياتي شهرين بس شهرين ايوه اي اعطينا 10 ايام زياده ويا هسه عشان ودي دهن ودي منه ايه ودي عمس ودي ودي؟ ما شاء الله زين الله يسلمكم كم سنة الحين عندي؟ الحين انا 9 سنة خلاص بيت يدي يدي لا خلا من اسمك 9 سنين ايوه نعم هي حياة ولدي محمد كان يحبه المهم راشد حمام مالي فوق في نقطة تك 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 اوكي ان شاء الله فوق هذا مال سيلينج فور سيلينج صير طالع متروس ماي فوق يقطع يصير سوي الترتيب يسوي هذا البيب من تحت هذا خلي يسوي انفخ هوبر ممكن عشان يمشي ماي من فوق يقطع ما شاء الله ما شاء الله عليه كل خدمه محتاج لها ويسويها ان كانت كهرباء كانت زراعه بيذبح بدريول مراسل شو اسمه هاك اللي يودي ولي ليه؟ ليه؟ حديك هالروس اللي مسويه لنا انت نفس البطل ترى قايل لك جيت انا يا الساعه 10 ويتي الساعه 11 انت جيتني كذوب؟ جد لا اله الا الله والله اني جاي 10 43 دقيقه زين المهم يا ابو عثمان ابو عثمان طالت اعماركم عندهم مناسبه كريمه ان شاء الله لو تشوف الباحنطه تشيل لي صور البيت عندك الفيديو؟ ما عندي شوي لقطه شوك الساعه وانا دخلت من المزرعه هي يومي ثم بعرف بيتي ولا بيتي كل ما شاء الله كلها زينه والبيت منور محمد عثمان ظاهر من البيت الله يسلمك قبل المغرب ما شاف البيت يوم لبقوا الليتات يوم رد البيت خطف ود دار البيت لا ما تنزعج الليل البنت هي يومي نهار ثاني من البيت ما شاء الله منور هي والله قلتها بيتي ولا شو مضيع وشارك تعتبر صورة هي صور لي فيديو وطرشة قال حرامي أنا خطفت على البيت وودرت تتحرك في حد بيعرس بيوت يرهن ذال راسه المهم مبروك عرس الابنية محمد الله يبارك ان شاء الله الله يفرحك ان شاء الله بذرية ذريتهم يا رب امين ان شاء الله تفرح بهم وتيوزهم يا رب امين شو وانت بخير وسهال وسعيد ومبسوط يا ابو عثمان الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله بناتك ولدك كلهم يا رب فيهم آمين آمين آمين
الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يبارك على الدين الحلوه بيت ابو بيت احمد عثمان الزعامي. ان شاء الله عرس ان شاء الله الخميس ما شاء الله تبارك الله عرس البنت الحمد لله. اللهم صل الله ان شاء الله يبارك فيهم. كل الاولاد راحين نزرع بس الاولاد لابسين ما الحين لابسين الله هي فالحين طالت عمالكم عرس بنت محمد عثمان اسبوع هذا والعرس في ميلس المنهل منهل منهل يوم الخميس يوم الخميس عرس نعم جماعي جماعي والدعوة عامة على العرب كلها الزيف هناك والدب والهريس اهم شيء الهريس شيء هريس هرسون مع محمد ايه هريسون وخبيص و صدق والله قيمات كل شيء صدق حلف والله المعاريس ايه ايه ما قصوا ما شاء الله شيوخنا حساب الديوان يعني ديوان هي ديوان ايه ديوان كشي يبون مره العرس جماعي اقول لك ها انا حيب لها الحلوى الحارق سايبينه شوف انت في مال اول السوسه يبون هي 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 شفت الدست يسمون دست هي هي دست شوف انت واللي ترى موجود تفضل يطالع يطالع ما ياكل ولا اقول لك ها. ياسف في البيوت وبس وغير سيو شويه طمن شو تفون على خاطرهم شويه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا محمد يا مرحبا العرس كم نفر حوالي 22 اعطي لكم الدعوه الحين ترى الدعوه عامه العرس في ميلس المنهل بنحط لكم الدعوه اللي جايتنا وهاي منهل ابو ظبي هي منهل ابو ظبي هي هي ابو ظبي منهل قصر المنهل معروف في طرف زعاب طرف هذا وين مستشفى وين بالاول الدفاع الاولي وقصر مستشفى خليفه هناك في الزاوية هذه كل فريج فيه في في صالة أفراح واحدة إلا فريج هالزعاب ما شاء الله في صالتين ميالس اثنين حاطينهم ما شاء الله لأن الرقم كبير ومناسبات كثيرة ومن العوائل الكبيرة ما شاء الله الزعاب تبارك الرحمن فلذلك ما شاء الله مسوي لهم ميالس اثنين جزاهم الله خير إي والله طال عمر الشيوخ ما قصروا ما يقصرون طال عمر فلهم نظرة للمكان اللي فيه اكتظاظ سكاني فالمناسبات أكثر من فرح وحزن و يعني الاشياء هذه يعني فالاسبوع هذا ان شاء الله عرس جماعي قبل ابرز دور الخيام هي اللي هو كل خيمه ب 80 والخيمه ب 100 اقل خيمه صغير ب 40,000 هي والله الحمد لله الحين ماشي سويت تليفون ترى انا اقول كذا 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 على طول يوك بلاش 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 هي نعم قهويين في مكوى والكرك وما كرك والعادات والقير والزعتر والشاي الحمر كل شيء موجود بتلبس بشته؟ شيء انا في المعرس ليش؟ لا لا ما لي اشتغل هذا ما لي صباحهم لا لا انتم بالمعرس ابو العروس ابو العروس وبالمعرس تعرف عندك هاك بشته عندي بشوت هب لبشت ما يوم تعرس هاك اسمها السعوديه يوم انا عرس يوم السعودي ما ايه بس انا فكر هي قلت كم اخذ عنك البشت هذا خيب قبل 40 سنه وانت تدك شافي على بشتي يوم قبل 40 سنة عقب هاك البشت مليون بشتي يلا يلا بنسيب بنخبنا الحين بنقصر لك اياه بنعدله يبالي شوية خبان محمد اليوم الاولاد ما افرخ انت قلت خبانه وما افرخ خبانه لا ينخبن شيء خبان وشيء تشبان تشبان بعد التشبان غير والخبان غير الخبان مال البشت الخبان يخبن البشت والتشبان شو محمد شفت كم يديك هذا يديك بغطي هاي الاول يوم خياط يطول كندوره ولا حد اعطاك كندوره ما بكندوره كنت تقصر فيها تقصرها تتسفه من جد من هنا هي هذا يسمونه مجبونه مجبونه اي يجبنون هالكندوره إيه وتحت خبان البشت الليل الخبان البشت نعم بشتي ينخبن والكندوره تنشبن كندوره هي مجبونه إيه؟ الكسفه يرضفونها من تحت يرضفون الكسفه رضفتين هذه هنا اي رضفتين تغدي هي هاي مجبونه مجبونه هاي واليد تنشبن شبانه هي سبحان الله يا محمد كل شيء ولا شيء اي نعم هذا من العرف لابولي عاده صح ايه ما اعرفون السوالف هم مساكين ايه ايه نعم اعرفونهم باقر وبيذا واللي تخبن اللي تنخبن محمد العباه عباة الحرمة تنخبن اخبانه وبشت الرجال ايه هاي هنتين سايرين يخبنون
يخبنون العباه، الحين لا يقصرون العباه. يقصرون. لا تقصير هذا كذا مستوى واحد. الخبان طالت عماركم لانه مكان شبر ومكان شبرين ومكان ذراع ومكان نص ذراع، ما بكله مقاس واحد. لكن تقصير كله مره واحده. مكان اشوف يا ربي صلاح مرتفع السكر 171. انا شي خصني كم عندي 171، ما بمرتفع وايد. زين تفضل يا صلاح. اذهام بلا بلا دقيت التليفون؟ انا ما يخصني التليفون، نتمت شيء خياس فيه. اشوف خاص انت بتصير انت تسال عن ادهم. ما شكرا كل سوي له تليفون 100 يلو خلاص. دقيت له 100 مسكر ولا يرن؟ مسكر. جرب اخر مره حينه، جرب وخبرني. شوف هذا محمد، شو بيسوي في العرس؟ طماشه وين؟ في عرسكم؟ والله بيني بينك في فرقه حق الحريم. لا خل ريايل. ها عياله؟ لا لا هناك المنهل عيال. بس عياله هي ها؟ عياله زعاب ولا؟ والله ما اقول لك. اه اي نعم الحين زعاب محمد العياله الاوليه ما زعاب بعدها باجي. لا والله بيني بينك ما اشوف. ها خلوه شوف قطع تليفونه. اشو يرن؟ ايه ما يشله؟ لا ليش لا. يا راقد؟ اقول لك العيال الاوليه الله يسلمك اللي كان قبل فيها سلطان حبشي الله يرحمه. محمد الاول عدده في اراد العيال الاول في الزعاب عيالتين فيه. عيالتين هي. عياله منو؟ سلطان الحبشي الله يرحمه وخلفها بن جاسم. انزين اي نعم قبل عيال وبعدين ما شاء الله عليهم تعرف عدتين يعني عدتين نعم عديد هنتين عيال. كل عيال كم نفر فيها؟ وحوالي يمكن 50 واحد. كل 50 هي في كل صف. في كل صف محمد 50 يسوي صفين. يسوي صفين هي صفين. اي صفين يسوي. نعم والعدد ما شاء الله ما توهاك من الساعة الاولية قدرت ما خلفوا العدة على حد. والله بيني وبينك الولد بس في شيء صار في بين الاولاد هي تناحس وغيرة. هاي يبغى يستوي ابو وهاي يبغى يستوي ابو. ايوه وهذا اللي صار بينهم. المهم ما اتفقوا. ماشي اتفاق. ماشي اتفاق. نعم نعم ماشي اتفاق. في النمل عندك؟ وين نمل؟ حطوا له سم. شو صلاح؟ ابو جبالك بتصير؟ ايه ما بتري منهل؟ لا والله ما انت ساعة ما كملت منيتنا. شو عندك الحين؟ شو وين بتصيروا انتم؟ بيت الحسن المبارك. ايه الساعة كم جيتوا انت اليوم؟ الحين تصير تليفون انا قريب هنا. الساعة 10؟ لا بلا تسعة. انت وقت تليفون انا قريب. انت قولت انت يعرف انا بيت صبح. انت تسأل هذا تسعة كانت؟ ايه تسعة عشر يعني من ساعتين حمليته. ايه ما مشكلة عادي بابا اذا يجلس تجلسون له بس يرون. ايه خلص يا دوام. وكلم كلام بابا اقول انت دوام خلص جل ساعة تلاش. لا خلص بابا انت شو بدي ايب الحين ايب يسي شكدر تخديه وين؟ ممكن هب الاختك انت. وين اخو واحد على واحد؟ ما عادي ما عندي. انا واحد اخو ما في ثاني. صبر صبر سلم جلال. هنا. وين بصير؟ من ورا؟ ايه. شو بلاها؟ شرطة ممنوع؟ لا. ها. ما يبغى يسمع لولو. ايه التليفون سايلنت. ايه خذيه تختم على الجوازات. ايه. ما حد يستعمل التليفون اثناء الدوام. المشترك الذي يحاولون الاتصال. تقال لها ما ترد علي؟ ايه. تقال حق خديه لا تردين على خالد لو شو؟ ايه نوع. هناك الشغل قال لها ممنوع؟ ايه ايه. ايه. علومك انت؟ ايه. انت وين بسير؟ زيشت؟ لا. طب بالك. بتصير بتحط من حينه؟ حينه. ايش كده؟ ما شيء مشكلة كتبوا الناس يا صلاح. يخرجوا الناس. تو الناس يعني ما بشي خص الناس تو يعني لا سولفت وياي ولا رماست.
ولا قلت لي شيء ولا حبيتني حتى حبه وحد حب وحد لا بس بس خلونا نسوي انت ما تبي تصير دبي نصير دبي عندنا شغل جوا مامي يوم ما جوا مامي يوم صرت عند قم مريم انت امسات لا ما صرت سار عند قم مريم لو ما سار شو كلام سر يعني سر اسمع انت منو قايل لك ان اذا حد يصير ولي ما يضيع اي شيء ترى في طاري حريم صلاح ما يبقى يجيب للطاري لا حول قوه الا بالله انت ها كلها ها كلها حماشه فيك انت كلها كثر مرايل غيريه ها صليح شو بلاك يبنى لك تو جيني تغني لك ما عيبك غناء تقول له محمد عثمان راها 10 ربيات ولا كانت توهقنا لا لا ما خبرنا عنها قاعد ولا انا خبر بابا يريد نال قول تعال دبي لا ما في دبي ما في دبي هنيها بنصير المارينا مول ان شاء الله من الجديد لو من الموديل الاولي لو الموديل الجديد جديد بابا الجديد بعدهم ما طاحن ثلاث ما ادري كم لون لكم موديل واحد جايبين تجربه وطرشوا لنا نحن وطرشوا مثل ما طرشوا لي انا طرشوا لغيري اما تحرى طرشي لي انا وخاصيني طرشوا بين العرب كلهم زين بابا هب لنا لي انا بابا ها ما له ما مشكله قديم ولا جديد هي. بس هذا نال في ورا بعدين هذا نمنا طويل بعدين سلا روح رجل يمسك بوم زين شو يعني تسوي يعني يزيد شوي صغير اول انا خبر سعيد يريد شويه صغير يعني زياده طويل شو راوني؟ سين فوق شوي تندورة على حبيبي ورا ورا روح مع بوتمان ورا ورا شوف ورا بوتمان شوف هذا بابا شوف في يعني الحين سلا روح بعدين ترين هذا نمنا بعدين سلا روح زين شو هاي ريل عدلو ريل لا لأن العوق ما في النعود العوق في الريول صلاح وحدة عود وحدة صغيرونة شو مريد بابا إذا ما يريد ورا شوي طويل شوف تعال شو بنسوي نحن بناخذ عالين وحدة طبجة تلبسها باليمين قصيرة رقم 9 وهو الثاني رقم 10 شو رايك؟ ها ما يوجد بينون منو؟ وراه السلام عليكم السلام عليكم بسم الله ها وين وين؟ يا مرحبا كيفالي بابا زين السلام عليكم يا ورحمة الله يا مرحبا سلام كيفالي سلام كيفالي زين هاي هاي روح تعال تعال صلاح وين ساير وين ساير صاح انت بطير بالتمبارك يلس يلس نحماش معنا من شوفك برمس برمس سم عن النعول سلمت على بابا انت سلمت على بابا سلمت على بابا والله ها وين صار العيد وبعيد وين ليش هنو بتلبس اليوم كيروان السفاره باكسس طاقة الجواز جواز خلاص خلاص ايه سوي 25 سنه حلي ذاكر افضل ما حصل خلاص صحي واحد شهر بعد يجي الحين شو خلصتوا له بعكم خلاص بس واحد شهر بعد يجي إيه شو اللي بعد واحد شهر؟ يعني واحد تجديد. شهر لازم يريد بابا تجديد؟ لين تجديد هاي جديد جديد كم عطيتهم فلوس؟ 210 مال باكستان ولا مال الامارات؟ مال الامارات مال الامارات 210؟ ايوه 210 وانت؟ موجود سيمسم بابا سيمسم منو دفع فلوس؟ انا هي شكر فنك انا خبر بابا بعدين بابا اجيب بابا لا لا ما في بابا لا ما في شو لا ما في لا تو هاي مسك انت ايوه انا بايرون ثاني مكان بابا انا اجلس مع بيت مال انت شو زي هاد جواز مالك انت تجدد فلوس حق انت هذا بيت بابا شو اذا اجلس بيت مال انت لازم جواز انت مال ناشونال دي مال نفرات فلوس او انا وصافي ورا ما اعطينا فلوس ما اعطيته مال ناشونال دي انت هذا بروحه كله ليش ما عطيت مال عيد للتحرير حبيبي نال صباح ابا موجود هي تعال ذهبي لك اقول لك من كاك اليوم الحين يزرع ولا ما يزرع الحين خلاص لا تزرع ما مشكله هذا وقت الزراعه محمد ما شاء الله هذا شكل فيه ايه موجود صباح افضل على الموجود غرب الله تقول قول لي ثلاث سبع لا صباح انا ما اسوي كذاب انا غرب الله تقطين نحيس بدي بلبن قلت بعطي في فاي ما في لبن ايوه انا بابا ايه قلت
بل بدلي بدلي ما مشكله انا تجيب هناك سوق هناك كبر ايه هو بيزرع هني يقول كبر بيبر ما في ما في ما في هذا هو عنايه نعم مال ناشنال دي كلهم عطوهم انت ما عطوك اي اي انا ما عطوه ناشنال دي ما يعطي جواز الحين انت يدفع لا جواز جواز ما انا بابا هذا الباب مال هو لا الجواز لازم على حساب اربابك ايوه نحن مال ناشنال دي كل شيء اسمي ناشنال دي انت ما يعطي بابا بنعطيك احنا مال ناشنال دي ولا مال السنه الجايه السنه الجايه لا بابا شو هذا 500 بابا ممكن 500 انا موت بعدين شو اسوي اه كم يقول 500 لا لا كل كله كم اعطي بابا 500 لا والله 300 كل واحد 300 سرعة 300 سرعة 300 وانت يلس الا عليك لسانك يلس عليك لسانك ايلس 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 واحد مره هو هذا هو يشيل شوف 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 خلاص اسمع اسمع واحد بس انا 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 خلاص اسمع تفضل يوم الجمعة أوف؟ خميس الجمعة والسبت والأحد. مع السلامة التي قم شلوا ودي بيت ولا عاديين وسيارتي هاي سيارة منو شارنها بس منو؟ إيه ألو الملكية بس منو؟ شوية شوية حبيبي. السيارة بس منو؟ يعني سيارتي أنا قانونيا. أيوة. بس ودي بيك أب. ثرب ويد بيك اب عجيب عيال بلاك مستل شو تبي الحين انت؟ مختار خذ سير ود 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 بس هذا ملانه عطى 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 المفتاح عطى عطى الله وجهه انا في سياره مرسيدس حبيبي اجلس شويه شيل فلوس شيل فلوس روح اشتري عنايه وعنايه عطى عطى بيزات باكر خرد ما شدنا 300 اه انا عطى مالنا شنال دي ايش اسوي من جيس بوك عطى التحينه خلاص شنو ببوكي انت ابوكي اشتراني بو انا ابوكي وين وحيد ما تدلل بوك عرف الله انت كنت يا ابو قليل انت اللي تدلل وين شوي منو قالك انا باكر محل اي بحر صح انت شمال اسبوع هذا زين سر الصبح عندكم بدري وخلاف تعالوا عندنا آه. بابا ها شوف 1 2 3 ما صلاح ما لنا شنال دي صلاح لا هذا مال انت نشنال دي مليون سلامات الافراط وما يشيل مال الافراط لا حول لا قوة الا بالله قانون مضبوط صلاح يلا مع السلامة تشيل بابا عند الرضيخ في البيبان صلاح ايه تعرف تكسر السيارة صلاح 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 ما حد راي منه مستلغث يا ابو عثمان مستلغث خوز زي خوز عن السيارة بابا ها خوز عن رجب السيارة انت رجب السيارة رجب السيارة مستلغت حشير ما بملي يلسي بيصير هناك يجلس بين المشكارات يموت على يلسة الحريم يموت على يلسة الحريم هذه خديجة متصلة سلطان حبشي ها؟ اي مرحبا سلطان حبشي نعم رحمه الله عليه. اي رحمه الله عليه. الاولين ساتي روحوا. كلهم ماتوا؟ كلهم. يا السيف على السكيل بلغ على السيف رحمه الله عليه. روحوا.
عيالك. شوف ابو ظبي طالت عماركم فيها ثلاث عيالات. فيها ابو ظبي فيها طالت عمر ثلاث عيالات، عيالتين في زعاب، واحدة مالت سلطان الحبشي رحمة الله عليه، واحدة الثانية خلفان بن جاسم، هذا سلطان بن الحبشي، واثنين تم توفوا. والعيالة طالت عماركم الثالثة عيالة القبيسات هاي الرئيسية. ساعات يوم يستوي عرس عود احتفال حكومي، هات ياما عن كل عديد العيالة، عيالتين زعاب وعيالتها البوظبي اللي هي عيالة القبيسات اسمها، وقيادة رحمة الله عليهم نادر وضيدان رحمة الله عليهم. الأول هاي فرق قبل صالحوم سبران أفل. لا العيالة سبران المسؤول تبع الجمعية هي سبران تبع الجمعية رحمة الله عليه، لكن العيالة عند حياة نادر عند حياة ضيدان. وبيت العدة كان في العيالة مشاهد بيتنا الأول في مدينة زايد بيت حياة ضيدان العدة في بيت حياة ضيدان الله يرحمه. هي راب كلهم يا أبو عثمان الله يرحمه. إيه والله يا محمد رحمت الله عليهم، عايشناهم وعشنا وياهم وقت طويل، كان وقت جميل، كانت العيالة جميلة لليلة اليوم الحمد لله يا محمد اللي حافظه وتمه وحين من العيال وعيال العيال واللي ضموا في العيال. الحين ما شاء الله العيال التي صفين ما شاء الله أكثر عن 80 نفر محمد، 120 نفر الجمعية هاي الحين موجودة اللي يبون هيك يجمعونهم جميع أنحاء الدولة، يعني شباب كبار وصغار تحضر في الأعراس. أنا أكثر عن صفين، كل صف أكثر عن 35 محمد على حسب الطلب. من أسبوع صار عندنا عرس في زعاب، المهم سوت العيال كانت فنانة. نعم. في وين كان العرس؟ في المنهل بعد. هي مسبوع عيالة العين يعني. العين. ما بعيالتنا نحن. لا لا لا. عيالة شوفوا عيالات مونتيب، عيالة الساحل اللي هي من السلع لين الفجيرة، هذا كل الساحل. وشيء عيالة العين، عيالة العين إيقاعهم وطريقتهم روحها غير عن عيالة الساحل. عيالة الساحل هل شفتوها انتم؟ عيالة بكامل عدتها بكامل عتادها، صفين بساعات ثلاث صفوف، شيء ثلاث صفوف ساعات ما شاء الله. العيالة تغدي جميل يوم يكثرون اللي يزوي محمد الرزيفة يوم يكثرون الرزيف تغدي العيالة فنانة. المدخن يول محمد بينها مرش والمدخن. هذا فنيالي انا. شو اخبار هذا البايع؟ باب البايع شو اسمه؟ البادع مسكين سلم عليه حليله. يا ربي الباحث وانا يشوفك عند وقت فاضي. حليله جزاك الله خير. زين البادع محمد البادع. فرحق ابنه. يا سلام. قهوه وشاهي كل الضربه. حطيتي له سكر؟ اي شوية شوي شوي السحوح ما شاء الله مما تشتهي النفس، لكن الخنيزي غير، الخنيزي روحه غير، سح مكود ما شاء الله من كل ما تشتهي النفس، لكن الخنيزي روحه في ميزة ما توجد فيه شيء من السحوح غير المونة. والله أن عجب العجاب الخنيزي ما شاء الله تبارك الرحمن، عجب. اي والله روحه فلك، روحه عجب خنيزي. هذا شيفته الله يهديك برايه الناس. والله نحن ما نحب السحل الاسود. انا السحل الاسود والله يا شيء منه استوى مثل ولي. لا 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 لانه كشف محمد وبراد فبحاف غادي ولا مكنوز محمد. اي اياب اللي كان مثل هاته بتقول شو اسمه انت كفوتي هذا انت لو تدري وين جاي. هذا ظاهر من غزرمان، هذا خدم خصوصي، ها خدمه رئيس بالدرويش ابن احمد الله يعطيها الصحه ويعطيه طول عمره. خلفت حياه عبد الجليل ام احمد طالع مرها كل من حولين. ترى خنيزي ها خنيزي الخلاص، واكو عندك مليون نمونه. هذا خلاص العب انت على هواك العايد، لكن الخنيزي هذا حقي انا. ايه شوف ذهب التحرى من كل نمونة محمد، لكن انا هذا غرامي ما شاء الله تبارك الله. شوف الله عليك
هي لكن هذا طعمه محمد هذا طعمه غير هذا هي الخنيزي هذا مثل الشاي ولا تاكلت ما شاء الله ما شيء اقول لك ما شاء الله هامور ما يرد شيء قول ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله انا اتحرى طالب حماركم السؤال بس الا عندي المسجات تجيني وين بو عثمان وين بو عثمان وين دوما انا اقول لكم ان محمد عثمان رجال راعي بيت وعنده عائله وعنده مزارع وعنده بيوت في ابو ظبي وفي راس الخيمه وعنده الخير وعنده حلال ما بتفيج كل يوم يجيني يجيني يوم عند يوم على فاقته اقول لك حتى انا والله يسالوني سؤال هي جماعه خير ان شاء الله عثمان وين خالد عنك وين تعال خالدي في شيء بينك وبينه شيء حاجه هم يتحرون معرفه إيه؟ البارح واليوم تعرفي انا ريال عندي عيال عندي شغل عندي غير امس ترتيب العرس هذا حق العرس ارك يمين ويسار وغير عندك ودون وغير ترى محمد محمد لو عنده عيال ما شاء الله عياله ما مقصرين لكن لازم روحه ما تجي على العيال وغيره منك المزرعه في خدمه كل يوم الاصابع الصبح وياه مسوي كذا صدق اليوم لازم عندي والله شغل يوم من الصبح خليت تركت منك يسكنه يعيب تسلم ما اي والله ابو محمد إيه لا 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 محمد عثمان ما شيء بيرك اي والله اخو صاحب صديق وعلاقه 50 سنه 50 اكثر بعد بيني اي والله الحمد لله دهر ونحن تعارف الحمد لله رب العالمين وليش 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 شو صار وشو صار بعد بينك وبينك بعد كبرنا خادي عزيز واخو وصديق وولد هي نعم صار له خير تنقيك ساعه لكن انا المشغول اي والله هو بعد مشغول بعد فيه اي والله ما ادري انا المكان والمكان اللي فيه مثلا احتفال وهذا صحيح. محمد ما يروم يمشي هاي مشكله وانا سير كان في خاطري سيره لندن وياي يكون لكن محمد ما يحب البرد لذلك بيصير مكان محمد بيصير عايض خبرت انه بيصير عايض انا سمعك تتكلم اكل اي والله هي تكلمت عايض بيصير اي والله يا محمد لا زين زين مبارك عليكم السلام واجد ها تعملني ها سلم على بابا من ما اشوف وجهك هذا واجد السلام عليكم واجد اسمك كيف حالك واجد هذا اخو رشيد اخو رشيد اخو رشيد كم سنه سي ليسان عندك من 6 سنين 6 سنين عندي ليسان 6 سنين ايه قبل شوي اشتغل قبل شاري جابات دبي 2 سنة قبل داخل شريكه بعد داخل بيت 2 سنة صح ايه ومصلي ومسمي خايف من الله ونظيف ايه زين زين بس بقيت اربيك اياه وخبرك عنه صح كانت بدري ولا واجد هي واجد دي ايرين بتسافر How many years now you are here? Now 6 years finished, another contract, 2 years. إيه الحين عاد بتصير today you'll go, huh? Yes, بابا. إيه بتصير إجازة شهرين. And when are you coming? كل سنة كل سنتين تقول بتصير شهرين. تجلس 20 يوم وتي. ما تكمل محمد. لأنكم تو طيبين طال عمرك. إيه والله. إنزين. يلا. Today your flight, huh? Yes, بابا. يلا say hello to your family. Yes, بابا. هذه طالت عماركم سطرة السجل. وراسه يتقلى ربع جليه الحين سيده طالف عماركم سيده سنوس وليليان على الضوء اللي هو حب حا وكباره هذا بس حا بس هذا ما في غيره لازم تتناقع الحبه من تناقع عقوا عليه طالف عماركم البصل هذا شو يتناقع هذا الفلفل 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 يلا بصل يلا أيوة هذا طالت عماركم فوقه طيبة رقم واحد بدون بزار البزرات مالها سنوت والليلان وحبة الحلوة وثلاث حبات قناد وثلاث حبة كبارهن القناد والمسمار ينشل الخلاف والجرفة يتخلى بس اللوم اليابس من شوية يذبل البصل ما يتريونه لين يحمر من شوية من يذبل حطوا عليه طالت عماركم الودام ونحن ودامنا اليوم عبارة عن روس السجولة روس ما شيء غيرهن راس السجل راس السجل ها هاي اللي تشوفونهن كل تبع راس السجل هاي السطرات
هاي السطرات تشوف منهم بس بس من القلق بس ريح يجنون شيء بسيط لا يذكر جلب وجهه رامي وجهه رامي العرب وجهه الله اكبر يا سلام هو 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 ترى الشر ولا يعاد يوم اقول لكم عين السجن هذه العين ما بالله هذه كلها العين هذا كله فرش هالمثل ها كبر راحت الجف هاي اخير حمس حمت عين السجن شو الحين هذا اول بادي يحطون طالك عماركم القطع الكبار الصدوق صدوق الروس الحين نحن فوقتنا اليوم مجبوس روس سجولة سجل هذه سجولة ثنينة مقطعناهم ما حطينا نحمل اللحم السطرات بس السطرات على ما تشوفون بصل ما في بزار بس هالنمونة شوي لين يذبل شوي البصل حطوا عليها قشراتك اللي بلية بزار بلية مروق والثوم نحط الحينة نحط الثوم فوق هذا الشيء خدمه هاي خدمه الحين نحط حط ماء حط ماء وياه نحط شويونه ماء زيد شوي ماء زيد ماء شبه هني عندك ها لا ما اريد فلفل ما اريد فلفل ها بس طالت عمر كزبر وفلفل بارد ثلاث ليمونات هذه يعني حسب الرغبه ما شيء نحط الملح الحين ملح نحن قياس غدانا بعد شوي يحط ملح كيلو ونص عيش بس غطى شويونها يلا نحط حول السكانه كان ولا كوب ماي حار لازم ها يلا غطى 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 ها يتخلى على الضوء على ما تهون ضوء ميديم لمدة 10 دقائق ولكم عين تنظر هذا مجبوسنا نحن مجبوس السمك اللي على بطنه وظهره لكن ما بمجبوس سمك روس يا روس هوامير ولا روس سجل بعد مرور 10 دقائق ترى ما شيء بزار ماشي بزار ولا نفت بزار بس أنا مهلع عليه يكون مجبوس أبيض مبحلد إيه بلي بزار بس فلفل خضر وثوم وبصل وسنوس ويليلان بكبارة مهنهن وبكبارة والفلفل أنا متهلع وفلفل أسود بكبارة ماشي أي نوع بزار مطحون شوف الحين مني حسر شوف لحمه الفتش من تظهر بس غايته ترى فوقه لازم يباله طباخ وروس وراس سجل تحرر راس عفريت ايه يباله طباخ يباله نضوي بعدين يباله زود مروك يباله زياده مروك شوي بعد يباله طباخ روس هذه روس جلب خليه يطبخ الحين تم يطبخ طارت عمارك يباله مش اقل عن 20 دقيقة من يذهب شلينا القناد الروس الهيل انا ما داني في الاكل لا الهيل ولا الجرفه خلاص من ياخذون حياتهم نشلوه زين يلا السمك وناضي مره رقم واحد الحين بنظهر طارت عماركم حسب ما يتكسر هو عادة ترى لا روس بعد روس يتكسر بعد ما في فايدة روس وسطرات راس السجل يا سلام اوه لا تقول ريحة زفرة لا سهتش لا شياته والسب الشو نحن السمك طالت عماركم بدمه نملحه نحط له ملح وكركم ظهر السمك كامل زين نظهره طالت عماركم نحط له الملح والكركم ويتم على الأقل ساعة ونص بهذا شو حين حفيد ظهر الهيل ظهر القناد وظهر الجرفة أقول لكم نحط له الملح والكركم ملح والكركم عقب طالة عماركم يصير ونغسله زين ما زين الجرفة وعقب عادة نصير نغسله ونجليه
هي العيون يا تحمل بس خلاص جلب علي العيش. شو طالت اعماركم ها هذا حبه هيل يا الله دم روسي القناد انا في الاكل شو حين بس الحين غايه طالت اعماركم نخلي السطرات والروس نظهرهن. يلا 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 ترى لا تشيله وحده تشيله وحده ما شيء زقاده ما حد عندي انا ياكل بس انا محمد عثمان كل حبه على راسه باخ رقم واحد باخ باخ رم سمعتوا بلي يسمونه الرم الرم اللي على بطن وطهاره هذه بعد شوي عبر رويكم يصير شويه وتقمش العيش حبه العيش روحه تفتش انا شوفوا نضوي العيش حاليا 75% شوفوا مره ذهب 75% في شويونه من المرور انا عمدا ما حطيت بزار انا تي متهلع على المكبوس اليوم بهالطريقه هذا الروس عاد الحين بسطرات ينحط على وجه الجدر كله ناضي ناضي ترى مثلا السمكه ما تبغى زياده نضوي الطباخ يعني الا اذا الراس راس الهامور العود لراس السجن يباله تقريبا ما يقارب 45 دقيقه الى 50 دقيقه الحين لا بدعاده ولا عذر من دهنه الخالدي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يلا بند وقصر على العيد جدر 45 دقيقه وعاد يود ابوك عن اخوك انقفض انقفض 45 دقيقه ويود ابوك عن اخوك خلاص عاد بيستوي بيني وبين محمد عثمان ما يصنع الحداد يلا غطى غطى غط 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 ولحج على التقطيس بس عاد الحين يتخلى الضوء قاصره 45 دقيقه ولكم عين تنظر بعد مرور 45 دقيقة إلى 40 دقيقة هذا ساتر رقم واحد الله أكبر السلام عيش نثري كل حب على راسه ما بيأين قوس قوس ونضوي ليه الدنيا كله فيه إن شاء الله تبارك الرحمن لكن يباله أكيله يباله أكيله مشكلة الأكل يلا أظهر أظهر السمك أيوة روح روح حبيب آه. هذا طالت أعماركم تلاية من عيش العيش النهري العيش اللي إن شاء الله بيكون موجود على شهر واحد نحن تام شوية تلايا يمكن أربع لو خمس تيلات تامات عندي من من العينة مع العام فنان فوق عن الفنان كل حبة على رأسه أقولكم ها حرابة لاليط بس ياكل 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 تودين يبارة تودين على الأقل 45 دقيقة يبارك توديني مش اقل عن جلبه جلبه ايوه هاي بجلبه اجلب اجلب الله الله يا سلام جلبه اجلب يا الله يا الله يا الله يا الله وجلب اه سلام يا سلام يا سلام هذا مكبوس الروس والسطرات هذا هذا الفوق اللي عليه روان بس خلي شوي وانا مناكل يمكن حد يبقى من واحد عندي بياكل يلا بس بس يقولك العلاقة هذه العلاقة رقم واحد طرف واحد يا سلام يا سلام يا سلام هاي العلاقة أوه يا مع خاطريها أبو عثمان الغداء ها أنا أنت أنا قال ما بصورك ما هان لي أصورك وأنت راقد تنخر والله الغداء زاهب من الصبح والله العظيم انك كنت ترخر والله العظيم يا ابو عثمان شو تنخر شو جوعان متغدى لا شفنا الروس ولا شفنا الحزز طاح من القهوه وشوربه المهم شكرا للي طرشوا هالفنايل
كان استعملها طالت عماركم وقت السفر يوم اسافر خارج الدوله استعملها حكينا من قاعد صايح اني ادور منها وسرنا السوق دورنا واحد من هالنوعيه ما لقطنا والحمد لله لقطنا بشيركم ما ادري من حد جايب منهن من المتابعين اظني هاي اللي قالوا الحرمه اللي جابت لك قوره لوميه من قبل المهم شكرا يا بنت العم ما قصرتي على هالفنايل الفنانات الزينات ان الاصول طالت عماركم لازم ينغرف فوقه في صحن روحه كامل لكن الحين مع التطور وكل حد بروحه هاي العلاقه بروحها طالت عماركم بتدور في صحن العلاقه روحها في صحن وخلاف عاد من الغرف ونخبركم كل واحد شو بيكون جسمه من هالغدا الفنان المميز ما بغدا عادي غدا فنان مميز اول شيء هذا الراس للاخ العزيز ابو عثمان يا سلام هذا يا الراس سلام. روحه زين محمد لا تسكه لا تسكه يسلم ها محمد ها زين إيه؟ وهذا ستار هذا روحه ايه اعزل عليه بدي منك صحن بدي منك ها ها وديت منك الحين طال عمرك بيجيك العيش روحه ايه ما ابويا سمك لا العيش روحه هذا محمد من عيشنا الجديد بس النثري هذا نثري ايه بس 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 هذا هذا عيشك انت العلاقة عادها روحك قايس عاد على عمرك اليوم شيوال ولا كم تضاربني هي علاقة ها تفضل هذا جسمك اما جسم ابو محمد طالت عماركم إيه؟ الراس العود تسلم تسلم هذا هذا جسم ابو محمد هذا جسم ابو محمد طالت عماركم وهذه لحمة الفتش آه لا 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 شيء دهن شيء دهن هذا هي هذا ودهن هني انا ابو عين طارت هناك على هذاك داسن منه داسن بحط لك حسب العاد علي هذه طارت عماركم العلاقه العلاقه روحها طارت عماركم العلاقه روحها هاي حكايه ها رقم واحد الراس شو هذا اي شو هذا هي انا كبر طع شوف شوف هي شوف ما شاء الله تبارك الله ابو شحم شحم هي شحمه وحده كامله محمد ها هاي كلها عين هاي شحمت العين شوفها محمد ها الله ها شوفها خاف منها حاشن بشيء حاشن استغفر الله العظيم هي هاي محمد شحمت العين شحمت العين ما تسجل عين السجل الله اكبر بالوصف يا محمد بالوصف سبحان الله ها. يا ربي ها شو المنضوج قاعد ناضي ويسر عينها خلنا انت منهج شنو بان حمنهج اه سالتني وسالك شو غدا شوف 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 بضع عليكم شوف العين لغدا محمد سكت عاده شوفوا شحمت العين هاي يقول لك عين السجل اي مقصوص قصتين محمد ها هاي ترى كلها عين وحده يا ربي ها هاي عين وحده اعطني اعطني من عينك يا ربي الرغابه ما سد لي عنده شوف الله هاي تنعك هذه طالت عماركم ما يسوي لها واحد واثنين لا هذه ها يحطوا شوي يونة عيش متشوها هالنمونة اي نعم ابدا هذه عادة عافية ريج صحة صحة ريج ماشي وخلاف عادة تصير ها لحمة الفتش لحمة الفتش روحها هذا روحها كله في في الراس راس السجل طالت عماركم غناه غناء اللي عارف له خلى الحين نحن ما السطرات بعدنا ما يينا هذا كله ستار ها شوف هاي لحمة الفتش لحمة الفتش هاي لحمة الستار شوفوها روحتها شوفو سليتها طالت عماركم عبارة شفت الموزات يقولون لكم تروح مطعم بدك موزات بدك موزات هاي سليتة الفتش روحه الستار اللي من تحتها شوفوا ها روحة تظهر شوفو تيك زلقانية بس هذا لازم قرف روحه لازم قرف روحه وهاي الحمد هاي الحمد هاي روحه هذا كله ترى في الراس يلي ما تعرفون قدر الراس ها كل اللحم هذا كله في الراس هذا هاي كله من طرف واحد هذا اللي عندي انا نص راس والنص الثاني هناك هذا النص الثاني عيد انت عيد عيد يا ابو عثمان ها وانا اقولك حطن حزاز مقيم فوق اي حزاز ما ادري بعد ايه محمد ما تروم ما تروم كم بتاكل كم ما بكفو نحن ناكل هذا كل نحن كفو ناكل بموت طالت عماركم العيش ما سميته نثري من هيل من فراغ ها طلعوا تاكل حبه على راسه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله بلالي ما شاء الله ايه
لكن إن شاء الله إن شاء الله إنه بيوصل على رأس السنة 10/1/15/1 الله أعلم، علم عند الله، لكن إن شاء الله إن الله يوفق يوصل بالتين. الحين ابتدوا هم اللف، ابتدوا التقرطيس، ابتدوا محمد يحطونه في الكرات القرطيسة. شوفنا البزار وصل الحولي، وصل الحولي، وصل الحولي، وصل بس 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 على اللعبة، على اللعبة ما نولي. محمد حط شوي، محمد صب في دي، صب بس. هذا أصوله الخل، لازم هذا أصوله، هذا أصول خل الحولي. هذا خل عثمان، هذا خل أبو عثمان، نعم هذا ابن محمد عثمان. ألد ما يكون عيش يوم هنمون. شو سؤالك الأخ محمد؟ فضل. أقول لك شيء وايد ما شاء الله، هذا رأس ولا راسي؟ ها راسين. لا، نص الرأس عندك ونص عندي. رأس واحد. هذا بعدها. هذا هذا الحين رأس باجي. رأس بسطرات. رأس بسطراته. مكود ها دفن تحته. كانت عشاء الله. بموت يا محمد. بموت. شوي احط شوي شوي هنا. يا ربي الحمد لله. روايدين من الابناء والاحفاد والاخوان والاصدقاء يوم يشوفون في الاكل حبه السنوت ولا حبه اليليلان عزلوها على اليمن ولكوها. لكن اللي ما يدروبه ان الد طعم طعم السنوت اليليلان يوم بكواره، بالاخص يوم بيدور تحت الضرس. بعد الضرس؟ نعم يا محمد، متعه متشبع من دسم السمكه ولا اللحمه ولا الدياي. ايه بس مو بسنوت، هذا ثاني يليلان. يليلان هي اقول سنوت يليلان والحلوه هذه نحط بكباره حل عقبه شيء اكل، هو اللي يطيب الاكل. صح. هذه طالت عماركم ولله الحمد، فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا فعايلنا انا ومحمد عثمان، هذا محمد عثمان من عقبه مصميصر العظيمات، وهذا ابو محمد طالت عماركم. ها تحرق تحرق يا ابو محمد. صحتي ابو محمد. صحتي. شوف والله عليك تحرق، خاطف سونامي محمد. صحتي ابو محمد. قلت والله عليك تمصميص. ها لا شكت مالي انا هذا. لا هذا مالك وهذا مالي. اي احسن. اي سيده محمد انا ما اكذب. اي لك شو رايك؟ لا مسكت. ها مسكت. شوف والله عليك يقول له سوي رجيم سوي رجيم. اقول لك ها والله سوي رجيم سوي شو هذا؟ هذا لك زين سوي رجيم عادي. يا ربي يندوكم. شوف انت الفعل، شوف الخدمة انت، شوف العظام. لا اله الا الله. اسمي سجل، اسمي سجل بياضوي طال عمر من اندبه، سجول اثنين هو امير ثلاثة كبار. يا ربي يا اسمي هالراس عقها انه شو انت داخل الحين ممزول لين عينه. هذا لا راسين ما شيء ياهم ولا بالحسمك، هذا كله من الراس كله من الروس. شو ما شاء الله. هذا هاي قطعه ما تلفتش، وهذه بعد قطعه ما تلفتش، وهذا راس بعد منقير، وها وهاي حز بعد هنا. ها شوف الله عليكم، ها كله لحمه الاصطار. شوف ها بعدها كم بناكل. ها شوف ها كله سطراته. قرب الله من سجل. اسمي مبروك ما شاء شرفت اسمك العود، ما شاء اسمك العود عاد من هامور ومن ومن قدارة ومن طالت عمالكم الشعري العود. هي أنا سمك الكبار هاك مال المحيط ما داني، أنا سمك المحيط ما داني. لا دمي ساعات يتهلع على سمكة القوع القواع، تسوي سمكان نسبة الشحم فيها كثيرة مثل الهامور، مثل عندك الشعري بالسطرات العود راسه الشعري قد يكبر. هذا ما تحلى عليه سمكه، ما تحلى عليه سمكه، لكن شيخن السجل. لذلك قالوا هالعمان قطعوا كل الاسماك القاعيه لسمكه القوع غير نمونه، غير نمونه بالاخص اذا على الموسم الحين وقت البراد. يا سلام سلم يود ابوك عن اخوك. انت تبى شاي ولا ما تبى شاي انت؟ تبى شاهي؟ اللي هيبه راقد؟ ما له مكان يبوك. ها؟
عليك بالعافية. خليه بسوي لك لولا. أتوى ما لمكان؟ بعد. هذا الفيفاي طالت عماركم. ريد ليدي. جديد محمد عثمان. هذا الرشاي. هذا الرشاي. هذا الرشاي. حق أبو عثمان. هي. هذا أول أنا هو رو. ها؟ أول أنا. هي. أنا باباي 2 سنة بس أنا شكل جديد. هي. ما يعرف وما يجي. هذا محمد طعم ال. باباي ها. ولا خوخ. أشوف. كل أخوه هذا. مثل باباي. رب الله تب الغلط. ها؟ غلط. ها بدوه. هي هي لحظة. لحظة محمد بيك ها؟ محمد. هذا الطعم اللتي ايه ايه محمد هذا تحط وحده بس واحد بس كيس واحد وحده كيس وهي قلط قطره ماء في الليل وفي النهار في اليوم مرتين الصبح وفي الليل يا ربي هي خبط يذوب بعدين لا لا انا ابوه يلا الله يحفظه مع السلامه مع السلامه يا ابو عثمان مع السلامه سلم سلم لنا لقاء ان شاء الله يا ابو عثمان لنا لقاء لنا لقاء والى اللقاء الله ما شاء الله البنفسجي ما شاء الله البنفسج ما شاء الله البنفسج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف محمد صد هناك ما شاء الله تبارك ايه اقول لك ها المشبوس مالك اليوم هي يبطين حبتي منها يبطين اللقاح الله يحفظك يا ابو عثمان الله يرحم في ذات الرحمه يلا يسلم عليك محمد عثمان ويقولكم ان شاء الله على بنطاها وعلى الجماعه كلهم انت ما تسلم الا على التيار اقول لك وعلى بس كيف بعد هذا في اخبار الدنيا منو ايش دراني ياسر منو ياسر ما اعرف حد اسمه ياسر انا ياسر ولد خالي ياسر بن خديه وانا ابو تتنقيت التيار كلهم طرشت لهم سلامات ما ظل زعفران ما حطته وما عجبت للقهوة عاد ما ضيعها بستخدمها تبخيرة هالكثر زعفران حتى خالد الخالدي ما يحط هالكثر زعفران يلا قهوة مو طيبة ما نضيعها سويها تبخيرة شو يصير لك خالد الخالدي رسمي ضحكة ضحكتي من سرج نحن طالت عماركم جاليريا ما بعيد عن كبوية هذا اللي يتحرى اللي يتحرانا ابويا في سيلفريج ولا في هاردز لا نحن ابويا في جاليريا مول في جنت العاصمة ابو ظبي شوف الجمالية شوف جمال يا سلام يا سلام يا سلام الله 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 عليك ابو ظبي شو غادي عروس عين عليك بارك تبارك الرحمن خير الخالقين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا عينك يا حسود تبارك الرحمن ها تقول شيء شرات تهدار ما شيء ما شيء شرات تهدار دار في هالدنيا العود ها يا ابوه ابويا يا ابو شو اسمه هو هاكي بابا نويل بابا نويل هذا متشلبح فوق فوق مره فوق حظوظ وهادمها غزال الرنده سمعتوا بغزال الرندة؟ هذا غزال الرندة غزال الرندة نعم ميوب من آخر الدنيا لين عندكم من السويد والنرويج هادو اللي قولكم إياه هو عرب أنت في كي الجاليريا الحين أنا جاي في شغلي اللي أنا جاي أسب أنا بصور هالدنيا هالمناظر هالدنيا هالدبيب هالكرنفالات هالاحتفالات وهالدنيا هالدنيا اللي تلط لط تبارك الرحمن ما شاء الله في بلادهم ما سووه نمونه البندليج في بلاده في بلاده ما استوت له القرقعه الكريسماس والنيويه لكن هذا يدل على شو ان بلادنا طالت عماركم بلد الجميع الكل ياخذ راحته والكل يستانس والكل معيد ويعطون كل ذي حق حقه يعطونك حقك كافي مثني ومثلوث ومرضوف ايه خلوك تاخذ راحك مره مثل ما نحن ناخذ حياتنا وناكل ونشرب عندهم ونتعايش عندهم ونمارس كل طقوسنا اليوميه
لذلك هم بعد نفس الشيء، لهم حق علينا مثل ما لنا نحن حق عليهم. مثل ما تفعل تجازى. البارحة تحيدوني بصور البارحة، جيت هالمكان وذرت وتمشيت وصلت وخدت نظرة وخدت لفة وطمشت وطلعت، لكن ما خبرتهم أنا منو ولا قلت لهم أنا منو، يعينهم حاسر وروحي. جيت وياكت وسرت وجيت وخدت لي لفة داخل، يا غير طالت عماركم ما يدروا بي أنا منو ولا يعرفوني أنا منو. هاي هذا منسب عطور فاخرة. ليش جيت البارحة؟ لجل أنا قال لكم أنا ما أصير بقعة إلا أكون روح متأكد، الروائح تأكد عنها وسوينا دراسة وسألنا وتخبرنا زيد وعبيد فلان وعلان وذوي الاختصاص، لكن كديكور محل وكشوروم ما يجي. بس يصير ألقي نظرة فعيد البارحة، وصلت من الشارجة من دبي سيدي جيت هني وتعشيت، وعقب ما خلصت العشاء الساعة 10 إلا ربع جيت قبل ما يسخنون 10 دقائق، أخذت لي لفة داخل طالعت العطورة، تفضل شيء تبغي ما شيء تبغي، ما شيء عجبك عجبك، وأنا أبدأ حطيت أذن طين وأذن عين، ولا يدروا إني أنا عاد البارحة من اليوم بيهم هاي الموظفين اللي داخل، واليوم عاد عزمت وجيت. الفرع طالت عماركم هذا اسمه منسم، البراند اسمه منسم عطور فاخرة، والاسم منسم. منسم طلعت عماركم الأول في دولة الإمارات في أبو ظبي الحبيبة في جاليريا مول. منسم طلعت عماركم عندهم 4 مجموعات عطرية، كل مجموعة عبارة عن كولكشن من العطور، وكل واحد منهم أخير عنك. أنا جيت من البارحة ما دخلت، جيت الحين من قبل من خلصت التصوير قبل يمكن 20 دقيقة، كملت ما يقارب ساعة داخل، طالعت ديكورهم محلهم الفينيشينج الغراش الروائح العطرية اللي عندهم، تليت كل المجموعات العطرية اللي عندهم، مجموعاتهم جميلة شيك فنانة، طريقة التغليف طريقة غراشهم قبضة الغرش روحها كلاس فوق ما تخيلون، جميلة جميلة إلى أبعد الحدود، والروائح عادة ما أخبركم. تعرفون أني أنا ما مستحيل أسوي تسويق لأي منتج عادي، لازم يكون واو، مش واو عادي، واو للغاية. فلذلك أنا موجود في جاليريا في أبوظبي الحبيب. مدام دومونيك طالت عماركم هي مصممة العطور. مدام دومونيك how are you? I'm very fine. Welcome. مدام دومينيك طالت عماركم فرنسية في هالمجال من 25 سنة. الأول هي شغلتها في البراندينج، عقب سوت تم دخلت في مجال الخلطات وتكوين العطور كدخلة في السوق الخليجي، فما شاء الله عليها ناجحة. عندهم محلين في شو اسمك قلتي لي؟ هدى. عندكم محلين في الرياض، والمحل في الرياض والثالث في أبو ظبي. فلذلك طالت عماركم نحن موجودين في العاصمة الحبيبة أبو ظبي مع المنسم اللي هو راح يضيف إن شاء الله إضافة جميلة إلى بلدنا الحبيبة أبو ظبي، مثل ما أبو ظبي وإماراتنا الغالية بتضيف له مسمى جميل إنه وجد في أبو ظبي وإنهم موجودين في أبو ظبي. المكان أنيق إلى أبعد الحدود، واللي لفت انتباهي طالت عماركم طريقة عرض العطور وطريقة يوم تيهم الزبون أو ييهم الزبون. هذا مكان الترويح، يعني يخلون يلسون اللادمي كان ريال ولا حرمة يلس يروحونه. هدى الحين أنا جيت كزبون، أول ما تخبريني على شو؟ خبر حضرتك إن إحنا أول براند بنقسم البرفيوم عن طريق مشاعر. نعم. في 7 مشاعر موجودة، في الكرم، المتعة، الفرح، النبل، الاعتزاز، الشغف، الرغبة. نعم. لما تشم عطر من أي من الكوليكشن ده هتحس بالإيموشن، زي مثلا العطر ده لما نشم العطر ده أمطار هنحس بمشاعر الكرم. أمين شو فكرة منسم؟ منسم
معنى الاسم هو مكان المريح للتنفس. منسم قسمة العطور على طريق المشاعر، يعني عنا 7 مشاعر. لو تشم واحدة من هاي البيوسم تحس بالرغبة، بالموبيليتي، بالفرح، المتعة، الجنوريزيتي، الاعتزاز. مدام دومينيك الكونسبت هو اللي هي اللي قدمته. هي حبت العطور العربية مع خبرتها الفرنسية، أضافت تاتش فرنسي مع تاتش عربي. على فكرة دومينيك كانت living in Iraq. I was living in Iraq when during my childhood, absolutely. I know Middle East culture quite well because I lived as well in Al-Khobar. Also in Al-Khobar. I was young. It was with my parents actually. But my first steps, I did them. Your parents, where do they work? In Aramco? Yes. Wallah. Yeah. Also my father, he was working in Aramco. Wallah. Long back. But hey. My first steps were done in Basra. Uh-huh. And then Baghdad. It's in Basra. Basra. Yeah, they said there's somebody said اللي ما شاف البصرة يموت حسرة. How could I explain it to you? This is very difficult. I want to know. إيه اللي ما شاف البصرة يموت حسرة. بس خلاص. Told me that Madame Dominique. Yes. About the story for this perfume. The story, the beautiful story. Let's us embark with our galaxy. The galaxy. It's the combination of all our emotions, because our concept is the revival of Al-Kindi, who wrote a book in the 9th century. Al-Kindi was an Arab philosopher and chemist, and he wrote a book about the impact of the ingredients on our feelings, our emotions. So it's a revival. And here in this galaxy, we have 7 emotions. Amina will أمين فهمي في شيء من الكلام أنا ما أقدر أفهمه. أوكي منسم هي براند سعودية ومعنى الاسم إنه مكان المريح للتنفس. منسم استوحت الفكرة من العطور من الفيلسوف والكيميائي يوسف الكندي. عنا العطور تتحدث عن المشاعر، يعني قسمنا العطور. أمين الحين لما يجيكم شخص عادة يقول لك أنا والله أحب العود، أنا أحب القل، أنتوا هذا الشيء مش موجود عندكم. معنى انه لما يجي الزبون نساله انت شو تحس اليوم، شو المشاعر اللي تحب تنتمي لها، لان عطوركم كلها عن احاسيس. او مثلا لحظه مينا، ترى حطوا في بالكم كل مركبات العطريه اللي في الكون هي ترجمه الاحساس. لذلك حتى عندنا نحن في بلادنا مخلط الفلانيين، مخلط بنات فلان، مخلط العائله الفلانيه، مخلط الطائفه الفلانيه، هذيل كلهم الله يسلمكم شو يميزهم؟ يميز ترى مخلط، لكن شو يميز المخلط هذا عن هذا؟ شو شخصية الشخص اللي هو ركب الخلطة هذه هي اللي تميز العطر، لذلك خلطها وركبها على حسب مشاعره الذهني. وشو هو اللي عيبه؟ فاللي عيبني أنا مثلا يعيب الكثير من الناس. دومينيكا ما شاء الله عليها يعني سوت براند عبارة عن 4 مجموعات عطرية و7 مشاعر، يعني لما تشم هذا العطر اللي اسمه على سطح القمر تحس بالمتعة. عندنا عطور تحس بالكرم، الشغف، الاعتزاز، النبل، الفرح، الرغبة. العطور لا تتحدث عن المشاعر. المجموعة هذه عندنا 4 مجموعات هي. نعم. عندنا مجموعة العود. نعم. مجموعة العود عبارة عن شو؟ هي أساسها هي العود. نعم. ومع مكونات أخرى مثل الورد والورد الملكي. لكن العطور تتقسم مش عن طريق المكونات بالأساس، تتقسم عن طريق المشاعر. نعم. يعني عندنا العطر هذا اللي هو مكون من أصله هو عود، لكن لما تشم تحس بالفرح. ليش؟ لأنه مكون الأساسي هو ورد. تشم الورد تحس بالفرح. هاي هي الفكرة. والمجموعة هذه؟ المجموعة هذه مثلا عندنا سرحان، المكون الأساسي هو اللذر والورد. أنت لما تشم اللذر تحس بالاعتزاز مثل الفرسان. يذكرك بالاعتزاز هي هي المشاعر تبع سرحان. نفس الشيء عندنا خطير اللي هو المكون الأساسي اللي هو اللبن. لما تشم خطير تحس بالشغف. على فكرة أنا كل العطورات اللي عندهم كلهم يا رب التم، كلهم واحد تم. مش قضية كلهن زينات أو كلهن عيبني أو كلهن ما عيبني، لو ما اختلاف الأذواق لبارت السلع.
في انسان يعيب ريحه العطر اللي في اللبان، في انسان يعيب ريحه العطر اللي في الورد، في انسان يعيب ريحه العطر اللي في دهن العود، في عرق العنبر، في ريحه زعفران، في الروائح عديده وفي مزج. شوفوا هن اربع مجموعات عطر، اربع مجموعات عطريه اللي سوتها دومينيك. مدام دومينيك سوت الاربع مجموعات، انا اخترت من كل مجموعه واحد. الاولى انت حفيف العطر الاول من الكوليكشن نيات سرحان، هو ورد ولذر. هي الكوليكشن الثاني من كوليكشن العود حبيت نسيم الورد. في الكوليكشن الثالث اللي هو كوليكشن قانون حبيت شغف الاحمر. اخر شيء انت فضلت ثوره الاحاسيس. شوفوا كل عطر من هالعطورات اللي انا توحدتهم ما تروحت من عقب ما قريت اسمه عرف مكوناته. اول شيء تروحت منه احساسك انت شو تحس بهاي الساعه، هذا العطر اللي يميز البراند مالت هالفنانه سليطه. بقولكم يعني مستحيل انك انت ما تاخذ من هالبراند، لازم ولازم من كل مجموعه عطريه عندها، ما عندها مجموعه، عندها اربع مجموعات، والاربع مجموعات في ناس يعيبهم اثنين، في ناس يعيبهم ثلاثة، ناس يعيبهم كل المجموعات. انا اخترت هذا اللي والني انا، انتوا الله اعلم شو يوزلكم، بس لازم اللي يوزلي انا يوزلكم انا. على فكره اللي يوزلي انا يوزل عدد كثير من اللي انا احبهم يحبوني، فلذلك هاي العطورات اللي اتلقيتها واتمنى انها تنال مثل ما نالت اعجابي تنال اعجابكم انتم يوم بتسالون عنها، لكن انتم لكم عين تنظر ولكم خشم الشم ولكم احساسكم. من توصلون البنات هدى وامينه موجودات ويساعدوكم في انتقاء المجموعه العطريه اللي توزنكم. نايس تو ميت يو، فيري هابي تو سي يو. على فكره عندهم حطوا في بالكم شاورت وسالت وحاولت صار جهدي اني انا طلع اوفر او طلع ديسكاونت او اي شيء من هالقبيل. قالت لي ابو محمد نحن ما نقدر نسوي اي نوع من لا اوفرات ولا ديسكاونت، فطوراتي انا تعبان عليهم، فطوراتي فرنسيه، فطوراتي ما شيء شراكتن. وقلت لها انا اكيد ما شيء شراكتن في الدنيا الاولى، وانا صادق يوم اقول ما شيء شراكتن في الدنيا الاولى. عطورات مبني العطورة العترة القوية اللي تحرق العيون اللي تسوي لك نفسية، لا عطوراتها تحس إحساس غريب من تتروح به. لكن اللي ما خبرتكم عنه أنا إنه عندهم من نفس العطورات بعد نفس البراد اللي هن شموع. أولا هذا لازم تحطوه في بالكم، هذا طارق عماركم ياسمين، ياسمين قوي، هذا كاندل ياسمين فخارة صناعة يدوية جميلة 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 إلى أبعد الحدود، ريحته فنانة. اسمه لهب الياسمين، اسمه لهب الياسمين. ها حسب شي ريحته قوية. يس، وهذا ولاع الورد. كله مورود. ايه هذا الاهتمام بوايد قوي، لكن بدي اختصر. وهذا اسمه دفء العنبر. ايوه ما فيهن واحد عادي، كل واحد فيهن خير عن الثاني، ما بتندمون. ترى المنتج اللي عندهم مش رخيص لكن مش غالي، الغلاء اللي هو يصير على لا سعره فيه. عندهم اربع مجموعات عطرية وعندها الاربع شموع، منتجهم جميل. De fleurs parce que je trouve qu'elle est aussi, qu'elle a un équilibre entre le côté floral et le côté fruité, ce qui est assez rare. Et en fait, je trouve que quand la rose est entourée d'autres ingrédients, elle est bien habillée. Ok. هي حكت إنه اختارت نوعية الورود اللي هي تكون ورد
يكون حلو ويكون رائحته خفيفة باش يحاكي المشاعر والإحساس اللي هو يوصله مع العطور. أيوة. ولما تضيفه لنوعية أخرين من أخرى من العطور يعطي مشاعر الفرح، يعطي مشاعر أخرى. Thank you very much. And I'm very happy to see you. Me too. Thank you. شكرا بنا. Thank you. Thank you, Amina. Thank you. We don't know who are you. I am someone who organized for you to be here and work as marketing and other projects here. Ah, nice to meet you. Nice to meet you. Which part in India? I'm from Mumbai. Wallah, mashallah. When are you coming to Mumbai? Inshallah, just now. Next month. After New Year. After New Year. Tell me when you go. Inshallah. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you, girls. Ma'a salama. Ma'a salama.